حياكم الله معانا وحلقة جديدة وليلة سعيدة إن شاء الله من ليالي الكويت. ونأكد لكم ومتأكدين جدا جدا إن راح تكون ليلة ولا ألف ليلة وليلة بإذن الله. أنا أقول لك غادة ليش أول شيء مساكم الله بخير مشاهدينا، بقول لك ليش الليلة هذه مختلفة. طبعا متعودين مشاهدينا أن كل أربعة عندنا يعني يوم غناء يكون، يعني كل ليلة أربعة يكون طبعا فنان وكذا. الليلة طبعا على قولتهم حلقة استثنائية، حلقة استثنائية وفنان من العيار الثقيل يا غادة، ولا إيش رأيك؟ أكيد هو وأنا كل نحبه، عاصر عمالقة الفن العربي ونجم من واحنا صغار، واحنا نستمع لهذا الصوت الجميل اللي يعني عذوبة صوته قدرت ان هي تربي اجيال على الاذن الموسيقية الجميلة والنظيفة. صدقين غادة تمنيت من هذا الانسان اللي راح يكون معانا الليلة امانة انه يستمر في مجال السينما، هو مثل وبدع امانة ودخل في مجال اسأله اياه طبعا طبعا طبعا، ودخل طبعا مجال المسرحية، يعني سوى يعني ابداعات جبارة طبعا غير الغناء اللي كان يغنيه، لكن كنا حابين انه يستمر ايضا في مجال يعني السينما المصرية. لكن هذا السؤال مثل ما قالت غادة راح اسأله على الهواء واقول له ليش ما كملت، وهو امير الغناء العربي وهو نقيب الفنانين والموسيقيين المصريين الفنان الكبير هاني شاكر. قد ما عمري طول حفضل أحبك أنا ليلي نهاري، حقول أنت حبيبي أنا أنا أنا. قد ما عمري طول حفضل أحبك أنا ليل نهار، حقول أنت حبيبي أنا أنا أنا. فينك من بدري يا منايا يا عمري، مستني اشوفك والمع ضيفك ليلى يا غالي. بحبك انا بحبك انا، مستني اشوفك والمع ضيفك ليلى يا غالي ليلى يا غالي. افضل احبك انا ولا حسيت بالهوى، ولا كان ليا طبيب ولا كان ليا دوا. قبلك كنت غريب غريب، ولا حسيت بالهوى ولا كان ليا طبيب ولا كان ليا دوا. وخدتني عليك السمرة ونسيتني دنيا المرة، وخدتني عليك السمرة نسيتني الدنيا المرة. فينك من بدري يا منايا يا عمري، مستني اشوفك والمع ضيفك ليلى يا غالي. بحبك انا بحبك انا، مستني اشوفك والمع ضيفك ليلى يا غالي ليلى يا غالي. أفضل أحبك أنا ليلي نهاري، حقول
تجيبي انا وانت حبيبي بعيد بعيد يومي بيبقى سنة واحلم بالمواعيد امتى تجيبي انا ما هو انت حبيبي الغالي ولا غيرك شاغل بالي ما هو انت حبيبي الغالي ولا غيرك شاغل بالي فينك من بدري يا منايا يا عمري مستني اشوفك والمحطفك ليلة يا غالي بحبك انا بحبك انا مستني اشوفك والمحطفك ليلة يا غالي ليلة يا غالي بحبك انا الأربعاء 25 أكتوبر وعدني كل عمر معاي وعدني عندليب الأغنية الخليجية الفنان فهد الكبيسي ودي راسني على بر ودي ضيفنا في ليالي الكويت ما تحس ما تشوف أني من غيرك أكون متشتت وضايع وكل همي قربك محمد صفر عادي بس ما يطبل أشوفك أنت تاريخ بس أنت ترد تنزل مرة ثانية أشوف هقايص والسنة اللي عقبها هم هقايص والسنة اللي بعدها فمعناته لازم أنت تراجع نفسك كان السبب خلافك مع الفنان حسن بلام لا لا منو قالك لا 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 ماكو بالعكس ولأن السؤال ما راح أجاوب يصير أنا أقارن لك سعاد عبد الله بشيلاء سبت يا جماعة أروح بعلي أروح عندي سؤال عندي لك جواب الجواب مو صح وغلط لازم تجاوب حنفكر بالكلام جريء بس مو جريء قول الصج اقول الصج الفكره شكله شو كان سؤال ثاني نسيت شنو جمع حديقه حدايق ما اقنعتني كلش مو مهم اقنعك المهم كواليتي اوف كوفي والله العظيم ما فهمت بس ان الجواب احسه قوي حسينا من يقول اني نسيت يا حبيبي من يقول انا باحساسي شريت لا تصدقني الصوت الحنون الذي ما زال دافئا وهادئا لم تغيره تجاعيد الزمن ناديت عليه هو انت كنت فكره ايه النجم هاني شاكر آخر فرسان الأغنية الأصيلة الذي ما زال يمدنا بجرعة طربية في ألبوماته الفنية حتى وإن جار من خلالها روح العصر والوقت الذي لم ينفصل إطلاقاً عن واقعه قلبي مش ملكي أسلوب الغناء واضح من البدايات فظل متدفقاً في عطائه عميقاً فيما يطرح من أغاني ذات قيمة قد نفتقدها في هذا الوقت وحشني طعم الفرح هو وصار للحوار معه متعة ولإحساسه الغنائي تفرد سنحظى بسماعه اليوم في ليالي الكويت أقدم عمري طول حفضل أحبك أنا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات ليالي الكويت مثل ما وعدناكم أمير
الغناء العربي الليلة معانا الفنان الكبير هاني شاكر. مساك الله بالخير، يعطيك العافية. أهلا بك، أهلا بك. أهلا مرحبا. مساك الله بالخير وسعداء جدا بوجودك. أهلا بك. مع أن احنا يعني فينك من بدري يا أستاذ هاني، من زمان بنحبك. كل أهل الكويت بيحبوك بصراحة. وأنا كمان والله يا غدر. يعني الحمد لله على السلامة، وشكرا لوجودك معنا. وإحنا اللي عرفنا برضو إن إحنا اقتنصنا هذا اللقاء طبعاً. قبل لا تي علشان حفلك الغنائي في أوبرا اللي يكون تاريخ إن شاء الله 21 25 يعني إحنا جبنا لكم الفنان الكبير هاني شاكر، وراح نتكلم عن كل الأخبار اللي تهمكم، وتواصلوا معنا بتويتر أو الإنستغرام على هاشتاج ليالي الكويت، وإذا عندكم أي أسئلة راح نوصلها لفناننا الكبير. خلنا أقول أول سؤال، أول سؤال، أول سؤال مشاهدينا، أول سؤال قلبي كذي يعني تعبان. ثلاث أفلام روعة، ثلاث أفلام روعة اللي هم طبعا هذا أحبه وهذا أريده، تمام. وعندك طبعا عايشين الحب، وأيضا عندما يغني، يغني الحب، الحب. يعني أفلام في سنوات فعلا كنا محتاجين نشوف ليلى على فكره صح. في البدايات كلها في فعلا كنا محتاجين هاللون يقدم بالسينما المصريه. بعد ذلك انت وقفت، ما قمت تكمل يعني كممثل، تمام. مع العلم طبعا في من جيلك وايضا فنانين ثانيين كملوا، منهم طبعا عمر دياب كان يمثل ويغني، لكن احنا كنا حابين تكمل. يعني انا عايز اقول لك، هو الفيلم الغنائي من بعد الفترة دي اختفى شوي، صحيح. يعني بقى في اهتمام بأفلام كوميدية أكتر، اهتمام بأفلام عن الجاسوسية أكتر. لو تفتكر الفترة دي زمان حوالي 20-25 سنة كده أفلام عن المخدرات، صح، سجون. يعني بعد شوية يعني ابتعدت السينما، بعدت عن الرومانسية عن الأفلام الغنائية وكده. طبعا وفي خلال الفترة دي ظهر حاجات بتعوض الجمهور، يعني الفيديو كليبات ابتدت تظهر كتير على الساحة، فما بقاش خلاص في حاجة يا عبد الله انك انت تعمل فيلم غنائي، صح. الـ 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 التلفزيونات، القنوات الغنائية الكتير، كل ده عوض الناس عن الفيلم الغنائي. وان كان انا بقول انه يعني الفيلم اللي فيه غنى حقيقي مفتقدينه على الساحة لحد النهاردة بصراحة. بس تتوقع لجمهوره يعني ممكن لو تم انتاج فيلم غنائي بالسينما ممكن الناس تروح؟ هو مخيف، مخيف شوية الفكرة، لكن ممكن الكلام ده يحصل في مسلسل غنائي، يعني مسلسل للتلفزيون، وفي تحضير الحقيقة لمسلسل أستاذ أيمن سلامة، يعني السيناريست والكاتب الكبير عامل لي فكرة حلوة قوي قوي، وهيبقى فيها من خلالها أغاني. أعتقد ده الأقرب لقلبي أكتر دلوقتي، لكن حقيقي فكرة فيلم غنائي في وسط الأفلام الأكشن والجو العام، يعني ما أعتقدش الناس حتى يعني جمهور السينما حيقبل على فيلم غنائي. بس أنت حتى أستاذ هاني يعني أنت بدعت حتى في المسرحيات، يعني عندك مسرحية سندريلا مع الفنان الكبير حسن حسني، وعندك مسرحية مصر بلدنا مع أستاذ وحيد سيف، صح. زين يعني هذا دخلت ونبي طبعا دخلت هذا المجال أيضا بقوة بعد، لكن ما استمريت فيه مجال المسرحية. المسرحية شنو كانت مشكلتها في ذاك الوقت؟ والله برضو المسرح الغنائي برضو نفس الحكاية، يعني عايز اقول لك انت الناس اتجهت في المسرح اكتر للمسرحيات الكوميديه، صحيح. ما بقاش في مسرحيات فيها غنى وكده، بدليل انه مش انا بس اللي ما عملتش مسرح، لا، ومعظم المطربين والمطربات في التوقيت ده ما حدش عمل مسرح كتير. يعني هي في السبعينات بس على فكره يا عبد الله، بعد كده اختفى برضو المسرح الغنائي، يعني بقى في الكوميديا اكتر هي السائده في الوقت ده، صحيح. طيب أستاذ هاني، إحنا راح نرجع معاك للبدايات. حضرتك بلشت تظهر على الساحة من وانت طالب بالكونسرفتوار، وكنت هذا الشاب الوسيم الصغير اللي طالع من ضمن العمالقة الكثر اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت، يعني بال1970 كل عمالقة وأهرامات الفن العربي كانوا موجودين بالكلمة واللحن وأيضا الأداء، تمام. شلون قدرت أنك تناطح هؤلاء النجوم الكبار؟ والله بصي يا غدا، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا الحقيقة يعني أقرب الناس لي أمي حبيبتي الله يرحمها في التوقيت ده، بتقول لي أنا ما كنتش متخيلة أنت سرعة النجاح اللي هتطلع بيها كده بسرعه في الوسط الفني. انا كنت متخيل انك هتقعد مثلا
10 15 سنة على بال ما تبتدي تتعرف يعني تتعرف. الطبيعي الطبيعي انه على بال ما الناس تبتدي تعرفك وتحفظ لك اغاني. انا عايز اقول لك مثلا انا طلعت في 74 ودخلت الجيش 77. الثلاث سنين دول مش قادر اقول لك كم الحفلات اللي عملتها، كم الاغاني اللي اتعملت، الثلاث افلام اللي عبد الله ذكرهم اتعملوا في التوقيت ده. ودخلت الجيش وجات المقاطعة العربية كمان في نفس التوقيت ده تقريبا، فترة صعبة جدا. 10 سنين ما فيش خالص حفلات في أي بلد عربي، ما فيش أي إنتاج. وقتها أنا يعني مؤخرا كده ابتديت أفكر في أن أنا أعمل شركة إنتاج خاصة بي أنا، لأن وقتها ما كانش فيه برضو إنتاج كتير شرايط كده. فهي كانت فترة صعبة الحقيقة، لكن الشوية اللي اشتغلتهم في البدايات لا طبعا يعني أنا سافرت معظم البلاد العربية، عملت فيها حفلات، كانت البداية قوية قوي الحمد لله، قوي قوي قوي. والحقيقة يعني لازم برضو أذكر مطرباتنا الكبار الجمال اللي كانوا في التوقيت ده، اللي وقفوا جنبي ووقفوا معايا. وكان هاني شاكر الصوت الجديد كان هو العامل المشترك الأعظم في كل الحفلات، يعني كلهم ربنا يرحم اللي رحلوا عن عالمنا ويدي الصحة للي موجودين، كلهم كانوا بيشترطوا أن كل حفلة لازم هاني شاكر يبقى موجود معهم سواء في مصر أو برا. كانت واقفة معك أفندم؟ أكثر نجمة كانت واقفة أكثر معك، أكثر نجمة كانت واقفة معك من دعم معنوي. هم اثنين الحقيقة ما أقدرش أنسى أبدا، فنانتنا شادية الكبيرة ربنا يديها الصحة يا رب، ووردة الله يرحمها رحمة الله عليها العظيمة وردة دي حبيبة قلبي كمان، يعني فعلا أكتر ناس وقفوا جنبي وساندوني وساعدوني وكانوا زي ما بقولك بيشترطوا كل حفلة هاني لازم يبقى موجود. طبعا أنا لما بغني على جمهور العمالقة دول أكيد ده بالنسبة لي أنا بتبقى فرصة. بس ده حاجة برضو مرعبة يعني طبعاً. انت جاي جمهور راح يسمع وراك النجمه الكبيره شاديه او ورده، فناس سميعه، ناس ذويقه، ناس ذوق جايين يستمعون طبعاً. لهذه الفنانه الكبيره، وانت تفتتح الحفله ترى مسؤوليه كبيره طبعاً يعني مسؤولية. كانت ملقاة انا وقتها كنت بغني يعني مش زي الالوان الغنائيه اللي بتشوفيها دلوقتي اللي بتعتمد على الرقص اكتر، على المطرب اللي بيستعرض عضلات، بيستعرض يعمل شو، رقص بيعمل شو، بيستعرض صح. لبس بيستعرض ناس في اللوكيشن بنات بترقص معاه، يعني الفن الاستعراضي ده له ناسه. وقتها لا انا كنت لايق على الفتره دي يعني انا كنت لايق على الجمهور اللي بيسمع النجوم الكبار دول، لان هم كانوا بيغنوا طبعا، هم ما كانوش بيعملوا استعراض، ما كانوا طبعاً. كان الناس اللي بتروح تسمعهم بيروحوا يسمعوا هنا. استاذ وطبعا هاري. مين اللي اكتشفني؟ سوري يا عبد الله، طبعا في البدايات استاذ الموجي الله يرحمه اكيد اللي قدمني، استاذ محمد سلطان وقف معايا وقدمني في اكتر من لحن بعدها، استاذ خالد الامير ربنا يديله الصحه يا رب. فيعني التعامل مع حنين كبار قدمني بشكل جميل للناس. حلو. قدمت أغنية هي اللي كانت سبب الشهرة مع الفنان الراحل محمد الموجي، حلوة يا حلوة دنيا. دنيا. هذه اللي علقت مع الناس وضربت. بس أكثر واحدة يمكن قربتك من الجمهور يعني الشاب كانت كده برضو يا أمر. تمام، أنت مذاكرة كويس يا غالي. طبعا عايزين بقى دلوقتي نسمعها معك. طلع سي في كويس. أيوة بالضبط. تابع تابع تابع. احنا متشرفين اليوم. حاضر يا حبيبتي حاضر. يلا شباب يعطيكم العافية. تحية كبيرة طبعا أنا بحيي الأساتذة، سعيد إنهم معايا النهاردة جدا جدا. كده برضو يا قمر
تصاحبني يا عسل كده برضو يا قمر تصاحبني يا عسل وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر كده برضو يا 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 قمر وحشتني وعليك وجوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وجوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وجوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليك وجوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وجوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وجوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره فاتنا نلت منك حتى الامان صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره فاتنا نلت منك حتى الامان كده برضو يا قمر تصاحبني يا عصار كده برضو يا قمر تصاحبني يا عصار كده برضو يا قمر تصاحبني يا عصار وتفوتني معا وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا يا قمر الله 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 يسلم هالصوت ربنا يخليك يسلم هالصوت انا عايز اقول طبعا تحيه مني انا الاستاذ صلاح فايز مؤلف الكلمات وحبيبي خالد الامير ده كان اول لقاء ليا مع خالد الامير على فكره نعم واستمرت طبعا بعد كده كان في نجاحات جميله قوي بعد كده بس دي كانت البدايه دي كانت البدايه احنا عندنا بعد ابنك عبد الله واذا معانا طبعا زملائنا بالاعداد مجهزين عندنا في الفتره هذه فتره تخير. السبعينات كان لك زياره لدوله الكويت الله وانا من ضمن الارشيف شفت لك لقاء بتلفزيون الكويت مع طبعا الرائعه الكبيره امينه الشراح نوجه لها تحيه كبيره طبعا أمينة وأنت كنت صغير ويعني في بداية لا زال صغير أنا وأمينة كنا صغيرين لا زال جميل ما شاء الله مش أنا بس يا غادة أنا وأمينة كنا صغيرين ومش لازم تقولي من قد إيه لو سمحت لا لا مش هتكلم عن التواريخ ما راح نقول المدة أو النبي عبد الله ما راح نقول السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها لا علشان نبقى صريحين من خمس سنين ما عشان خاطرك أنت يلا أوكي إنزين كان لك تعاون غنائي كويتي مع طبعا الأستاذة ليلى عبد العزيز تمام أنا خاطري إذا الأغنية جاهزة بس نذكر الأستاذ هاني يا ريت يا ريت تتذكر أنت الفترة هذه يعني تتذكر لما التقيتوا مع بعض طبعا بس أنا الغنوة طبعا بقالي سنين ما لأن أنا ما كانش عندي تسجيلها بعد كده يعني طيب الأستاذة أمينة سألتك سؤال اسمها يا غصين الحنة أعتقد أيوه مضبوط أعتقد كده سألتك سؤال وتحية طبعا لحبيبتي الأستاذة ليلى عبد العزيز أكيد تحية الفنانة الكبيرة الجميلة نسمعها نذكركم ونذكر الأستاذ هاني فيها ياريت ياريت ونرجع نتكلم عنها يا غصين الحنة يا محنة على صوبنا مين لو
ذوبنا الحب وجرحنا ورانا الويل يا غصين الحنة يا محنة على صبنا ميل ذوبنا الحب وجرحنا ورانا الويل مشتاقين بضفاير ليل طبعا اول شيء نشكر الاذاعه يعطيهم العافيه ما قصروا معنا يعني زودونا بهذا كبير ما زال يعني محتفظ بارشيفه الجميل الله يعطيهم العافيه ما نستغنى عنهم ما نستغنى عنهم ابدا وهالتعاون الجميل بيننا وبين اذاعه دوله الكويت وهذه الاغنيه يعني ما شاء الله الاداء والصوت واللحن والكلمه جميله كان يعني الخشب ما تغير الصوت ما تغير الصوت ما تغير الاداء ما شاء الله بس سالتك الاستاذه امينه سؤال قالت لك ليش المطربين ياخذون الأغاني الخليجية ولما يروحون مصر ما يغنونها بحفلاتهم وأنا بعد هالعمر هذا أرجع وأسألك نفس السؤال ليش ما تغنون هذه الأغنيات في حفلاتكم العامة؟ والله بصي هقول لك يعني قد يكون يمكن اللهجة شوية في مصر مش كل الناس بتفهم قوي خليجي حتى الحين؟ بعد هالانفتاح الكبير والله لا طبعا في ناس خلط الدراما على بعض مع السينما كذا في ناس كتير بتسمع الكام سنه اللي فاتت كمان فعلا ملحوظه حلوه قوي يا عبد الله موضوع الدراما اللي بقت فيها اكتر من لهجه واكتر من ممثل صحيح. من اكتر من بلد عربي دي قربت شويه الناس لبعضها لكن قبل كده انت بتتكلمي في المرحله البدايات دي ما كانش كل حد بيقدر يعني يفهم قوي اللهجه الخليجي او يعني يعرف المعاني او كده نعم يعني وبيني وبينك يعني برضه طبعا في تقصير انا ما اقدرش اقول لا يعني انا عامل شريط خليجي السنه اللي فاتت نعم غنيت منه حاجتين في مصر في دار الاوبرا لكن مش كل حفله ما تضحكش عليكي بغني الخليجي لان زي ما بقول لك برضه بيبقى الناس يعني اللهجه بالنسبه لهم بتبقى شويه صعب. يعني الله حسيب عليك هذا غنية طبعا تغنيتها شو صار التعاون ما بينك وبين الملحنين هنا عندنا في الخليج والله بص هقول لك هو طبعا هو كان الشريط كله كلمات أسير الرياض الشاعر السعودي وألحان خالد جنيدي الملحن لا. المصري لا. وعملنا تركيبة توليفة كده ما بين اللهجة الخليجي والأرتام المصرية يعني مش كل الشريط أرتام خليجي صح. فكانت تركيبة غريبة كده وودناه طبعا وقتها ما حسيت يعني في صعوبه اثناء الغناء ولا عادي امانه يعني بامانه شويه يعني كنت طبعا محتاج حد يبقى معايا عشان اللهجه في الاستوديو بصراحه برافو. الكذب خيبه بس بلح الكذب خيبه يا عبد الله لا يعني جبت حد طبعا كان معايا عشان يعني مخارج الحروف وكذا مع اثناء التسجيل بالاستديو واحنا شفنا يعني نجوم مصريين كبار غنوا الخليجي منهم طبعاً الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ اغنيه يا هلي اللي تعتبر يعني بصمه عندنا أكيد. في الاغنيه الخليجيه حتى اللبس الشعبي الكويتي يعني جميله طبعاً. اذا ما خانني يعني الذاكره ما خانتني حضرتك ايضا لبست مرقة روع قال في السعودية خلينا نشوف الصورة لا هذا عبد الحليم نبي الأستاذ هاني شوف فريق الإعداد عندنا كل شيء عندهم موجود شوف هالصورة أيوه بالضبط في السعودية مع البش والله شكلك كويتي صدق ينغلط فيك شكلك ينغلط فيا كويتي احنا نقول كويتي لزقرت ماك تشيكن يعني يا حبيبي الناس الكل حبيبي طيب استاذ انت لما اعدت غناء يا هلي في تسجيلات عندنا بالكويت وبعض الحفلات شلون لقيت الجمهور وطبعا تقبله لهذه الاغنيه القديمه من صوتك انت الجميل لا لقيت طبعا اقبال جميل جدا جدا عايز اقول لك اصل هي الغنوه في حد ذاتها لها سحر حقيقي يعني عبد الحليم الله يرحمه اما غناها دي بصمه كبيره للغنوه وانا اعتقد ان كل الخليج مش بس في الكويت حبوا الغنوه من صوت عبد الحليم صح ف يعني وانا واحد من جمهور عبد الحليم واحد من الناس اللي بتحب صوت عبد الحليم حبيت الغنوه انا كمان جدا معاه. طبعا صح غنيت بالاحضان بالظبط انا صغير بس معاه. كنت أيام في الكورال وقتها اللي بيغني للاطفال وقتها ما شاء الله يعني ولما شفته من بعيد كده يعني
مش قادر اقول لك قد ايه كانت السعاده اللي عندي والله يا عبد الله بجد. يقولون فعلا لها الكاريزما هذه، هالهاله الكبيره اللي يعني تميز عبد الحليم عن باقي النجوم، حسيتها شخصيتها لما التقيت فيه؟ اسلوبه تعامله. طبعا هو كان كاريزما كبيره جدا جدا، وله هاله وله هيبه، ويعني انا على حبي الكبير لي قوي دي، انا اتكسفت اروح اسلم عليه. ما سلمت عليه يومها؟ لا كنت محرج منه. ولا في وطفل صغير برضه يعني ما كانش عندي الجرأة ان انا اعمل ده. لانه يعني بالرغم من زي ما بقول لك انا، ودايما بقولها على فكره، ومش مجامله لعبد الحليم حافظ، انا لولا صوت عبد الحليم حافظ انا ممكن جدا ما كنتش اكتشفت ان انا صوتي حلو بعرف اغني. من كتر ما انا عندنا هذه الصوره الجميله، بس ده مش انا على فكره، هذا عماد حمدي. لا ده عماد عبد الحليم، عماد عبد الحليم الله يرحمه. ناس كتير بتتلخبط في الصوره، لان نفس الشكل نفس تسريحه الشعر. بس انا كان شعري اطول شويه وانعم شويه. ربنا يرحمه طبعا، يرحمه استاذ هاني. طبعا احنا شفنا ما شاء الله صورك وانت لازلت وسيم، انا قلت حق هاني قبل شوي ما شاء الله تبارك الرحمن، دقينا على الخشب. قاعد يقول لي خاطري لما اكبر اكون نفس الطريقه، والله العظيم هذا جميل والله. يعني الله يحفظك ما شاء الله تبارك الرحمن، قدوري امانه. انا اشوف شخص يعني اكبر مني وتعلم من الجنتل يعني والمحافظه ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن خلينا نتكلم استاذ اليوم، ايش كثر الوسامه ما نتكلم غير ايش كثر الوسامه تاثر على الجمهور، تستقطب الجمهور، تخليك انت نجم، رغم ان نقول صوتك مثلا ما يكون روعه، ممكن تصير نجم، خصوصا احنا قاعد نشوف برامج الهواة الحين يعني قام يختارون الشكل والصوت، لكن في الجيل القديم، في جيلكم ما كان هذا الشيء موجود. لا ما كانش موجود. اي فعشان كذا احنا عاوزين نوضح. لا زمان كان الصوت صحيح ده اللي انت مطرب يبقى لازم يبقى صوتك حلو. بتغني في اذاعه، بتغني في تلفزيون، حته الشكل دي مش 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 ورده. لكن انت النهارده فعلا بتعتمد على الصوره، عشان كده زي ما كنت بقول بتعتمد على الشكل، على منظر جسمك، على وسامتك، على لبسك، على الديكور اللي بتغني فيه، على البنات اللي بترقص حواليك. الشو ده ما كانش موجود قبل كده. الشو ده على فكره مش بالضروره يكون صوته حلو او صوتها حلو، يعني ما دام في مكملات اخرى، نعم، في عناصر ثانيه تحسن الصوره، فمش مهم قوي الصوت. وده طبعا برضو دي مشكله. احنا معانا اليوم صوت من ذهب بصراحه، ونبي نسمع، وعايزين نسمع اكثر قدر ممكن من الاغنيه، وانا عايز اكلم معاكم اكثر. احنا ما نبي نتكلم، يلا يلا بس حابين نسمع صوتك. عايزين نقول ايه؟ عايزين يا حلي، بما ان تكلمنا عن الراحل عبد الحليم، وبعد ما نخلص نرجع برضو للزمن الجميل. حاضر حاضر، يلا يا اساتذه. علموني واسلوبه برد الجواب.
الشباب ما حولني عاجزني وانا بعز الشباب ارحموني يا غالي قبل المشي يا غالي يا غالي يكفي ملامي والعتاب يا غالي يا غالي يكفي ملامي والعتاب لا تلوموني ترى قلبي سوي. الصوت الحلو الله 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 مبدع 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 ما شاء الله بني خليك. دائما الناس تحب المقارنات ويعني لما غنيت هذه الأغنية قارنوا بين الأداء الراحل طبعا الكبير عبد الحليم وأداء حضرتك، وأنت أساسا أول ما ظهرت على الساحة كان في مقارنة دائمة مع هذا النجم الكبير، ممكن تظلمك هذه المقارنة ولا هي سبب في شهرتك نوعا ما؟ لا أنا بشوف إنها مقارنة ظالمة بصراحة، لأنه طبعا يعني أما يبقى في مقارنة بين هرم رابع فني كبير زي عبد الحليم حافظ، لما يبقى في تاريخ كبير زي عبد الحليم حافظ وأنا كنت لسه صوت جديد طالع على الساحة، فأعتقد إن كانت المقارنة طبعا بالنسبة لي أنا ظلمتني، لأنه ما ينفعش أتقارن أساسا مع عبد الحليم حافظ. لكن هو يعني في ناس أخدتها يمكن بخف الدم كمان، يعني عملوا مواقف تحسي انها يعني هزار، بس في النهايه هي برضو مناغشه لعبد الحليم حافظ يا حبيبي. بس لك تاريخ فني طويل يعني من 72 استاذ هاني، يعني ما شاء الله تبارك ربنا يخليك. لا انا بتكلم يعني على وقتها كمان، انه لا يعني ناس كتير ابتدت تتكلم وكلام انا ماليش يد فيه يعني. بس هو للامانه اكيد شافوا فيك جزء من عبد الحليم. صحيح. يمكن حنيه الصوت طبعاً. يمكن اللون الغنائي. انا بقول انا تلميذ في مدرسه عبد الحليم حافظ وما زلت انا يعني حقيقي يعني اكيد، لان كمان الموجي اللي اكتشفني. نعم. فطبعا استاذ العظيم ربنا يرحمه الموجي. نعم. هو كان تقدري تقولي هو الاستاذ كمان لعبد الحليم حافظ. صحيح. فاحنا الاثنين نفس المدرسه. نفس المدرسه بالضبط كده. حلو. طيب حلو. استاذ هاني بما انك قلت على المناغشات والامور اللي خصوصا كانت في الصحافه يعني بذاك الوقت تحب ان هي تتكلم فيها، انا من الارشيف اللي قريته ان كان في واقعه صراحه استغربت لها على اساس ان هي كذبه ابريل. قالوا ان في زماره بلاعيم او حلق الاستاذ الكبير هاني شاكر وعبد الحليم عايز يشيل هذه الزماره. شنو القصه هذه الغريبه العجيبه؟ قصه مضحكه وناس كتير صدقتها على فكره، يعني دي مش حقيقيه يعني طبعا في زمارة يعني. ما عليها دي العملية ولا شيء. عمل الأستاذ نبيل عصمت طبعا الكاتب الكبير ربنا يرحمه يا رب، عملها نكتة وقال حتى في الصفحة عنده من تحت عزيز القارئ لا تصدق كل ما يقال لك اليوم. ممتاز. فاليوم كذبة إبريل، ما حدش خد باله خالص من الجملة دي. أوكي. والناس كلها ركزت على أنه عبد الحليم حافظ عامل مؤتمر صحفي وجايب هاني شاكر عشان هيمد ايده في زوره ويطلع الزماره اللي بيقلد بيها الصوت. بص الناس كانت رايقه ازاي ومشت العالم، والعالم يمكن تشوفك بالشارع تقول لك الافات مؤلفه على معهد الموسيقى العربيه. بجد الافات الشارع وقف. نعم. من الزحمه والجرائد الناس صدقت والجرنان وكل حاجه كله صدق انه فعلا في زماره انا حطيتها في زوري، زي هي خد الفكره بتاعت محمود شكوكو حبيب الله يرحمه انه بيقلد العروسه كده بالزماره دي، فقال لك في زماره حاططها بتقلد صوت عبد الحليم. وفي كلمه مشهوره عندكم اطلع زماره رقبتك، مشهوره عندكم مصر اطلع زماره رقبتك. بالظبط. فلا هو يقصد كده الزماره دي اللي هي زي بتاعت شكوكو كده اللي انا حاطط حاجه. ناس كتير صدقت وعبد الحليم طبعا حبيبي زعل من الحكايه. زعل من نبيلة عصمت. هي كانت كوميديا بس يعني ما عجبته. لا ما عجبتوش. طيب احنا دائما نقارن بين هاني شاكر وبين عبد الحليم حافظ، او جرى العرف ان دائما نتكلم عن العندليب الاسمر، بس اللي انا اعرفه واللي بعض الناس يمكن ما يكون عندهم معلومه ان كان لك علاقه ايضا مع الراحل الكبير فريد الأطرش، وكان ممكن يقدم لك لحن. هو كان وعدني فعلا بده. حقيقي
وشفت اكثر من مره. شلون تعرفتوا على بعض؟ والله تعرفنا على بعض يعني عزمني اكثر من مره عنده في البيت، بيبقى بيعزم فنانين. هو حقيقي لما كان بيجي الله يرحمه موسيقارنا الكبير فريد الأطرش بيحب الونس وبيحب العزايم، يحب يشوف اصحابه والناس اللي بيحبهم صحفيين وفنانين. فالحقيقه يعني شفته اكثر من مره وعزمني في بيته اكثر من مره ووعدني انه يحضر لي حاجه حقيقي. وليش ما صار استاذ؟ ما يعني شو المشكله؟ ما حصلش نصيب وتعب بعدها بشويه وتوفى. يعني ما تمش العمل. لا ما تم هذا الشيء للاسف. يعني احنا خساره الجمهور طبعا. طبعا بس كان فنان جميل قوي قوي وطيب جدا. تعلمت منه شيء؟ طبعا اتعلمت منهم كلهم على فكره يا غاده. اتعلمت منهم الاحترام، اتعلمت منهم ال يعني انه الفنان ده تحسي انه عايش في محراب كده بس الفنه والجمهوره وبيقدم لهم احلى ما عنده. وشفتهم انا غنيت معاهم وغنيت مع استاذ فريد في حفله من الحفلات وغنيت معاهم كلهم. شفتهم ازاي قبل ما يطلعوا على المسرح بيعملوا ايه. حاله القلق اللي هي عندي برضو انا لقيت نفسي كده في البدايه. حتى يعني اللي هي من اول حفله، ما هو حفله لكن لك ايضا والله ولحد اخر حفله حاله القلق هي مش هقول انا اتعلمتها منهم، لكن هو فعلا الفنان اللي بيبقى حريص على جمهوره حريص على فنه بيبقى قلقان لحد يعني عشان عايز دايما يكون في احسن وابهى صوره. ما احنا قلنا طبعا عاصرت كبار الفنانين لكن ما تكلمنا عن الفنانه اللي كلنا نحبها الست يعني أم كلثوم. انا يعني للاسف حظي وحش اني ما شفتهاش. ما شفتها خالص للاسف الشديد. راح نرجع بعد هذا الفاصل. خلينا نشوف الفاصل والتقرير معانا مشاهدينا ونرجع نكمل معاكم الليله الجميله مع الفنان الكبير هاني شاكر. بدأ أمير الغناء العربي هاني شاكر مشواره السينمائي عندما شارك في فيلم سيد درويش عام 1966، حينما جسد دور موسيقار الشعب في مرحلة الطفولة، وبعدها شارك في من أجل حفنة أولاد عام 1969، ثم غنى للحب مع ناهد يسري، وقدم عايشين للحب عام 1974. واختتم مسيرته بفيلم هذا أحبه وهذا أريده. أما عن تجارب التلفزيونية فقدم عملا وحيدا وهو فيلم تلفزيوني بعنوان عيون لا ترى الحب.
استاذ هاني الله يسلمك بدعت يسلم هالصوت الله يخليك حبيبي. نرجع كوكب الشرق ام كلثوم علامه فارقه في تاريخ الغناء العرب طبعا يعني احنا سؤالنا طبعا هذه يمكن واحده من الاغاني اللي انت تحبها اكيد لكن احنا باجمل بثلاث اغاني للفنانه ام كلثوم تحبها انت بص انا بدايه طبعا بحب كل ريبورتوارها وكل اغانيها لكن هو في اغاني بتبقى سبحان الله بيبقى الكيمياء بتاعتها قريبه لقلبك قوي يعني الاطلال طبعا انا بحبها جدا حيرت قلبي معاك من الاغاني اللي بحبها جميل جدا عادي. والله في كتير يعني حرام تظلمها يا عبد الله لك تقول لي ثلاث اغاني بس يا اجمل شيء بس لسه فاكر قلبي يديلك امان من الحاجات الله الجميله الله طبعا قوي لا لها حاجات كتير حقيقه قوي طيب أستاذ هاني يعني إحنا صراحة وايد قاعدة تينا أسئلة وطلبات مو بس أمير الأغنية العربية لكن فنان من الفنانين النوادر ببساطة هو دكتور بالغناء ويتحكم بمشاعر قلوبنا يا حبيبي تخيل على فكرة يعني كلام الأخت صحيح 100% لما أنت بتغني ممكن تنزل الدمعة من عيوننا لما تغني بنعلي الضحكة يا معاك فهذه أمور يعني صعب أنك تتحكم بصوتك لهالدرجة أنه يوصل للقلب على طول ونعيش الشعور معاك هي كيمياء برضو زي ما بقول كده يعني بينك وبين الناس أوقات كتير يعني بيعجبني قوي أن أنا الناس تقول لي أنت عايش معانا أما بتحزن بنحزن معاك أما بتفرح بنفرح معاك حلو العلاقة اللي بين الفنان وجمهوره دي تبقى علاقة جميلة أكيد صح. نحسين ببعض الأغنية غلطة وأنا جاي والله فيها غادر. ولا غلطة والله العظيم لا فعلا يعني والله أستاذ هاني غلطة ندمان عليها يعني الأغنية هذه للحين أتذكر الكليب مالها شكله وفعلا حزينة وهذه أنا شخصيا يعني فعلا تنزل دمعتي يا حبيب قلبي والله أنا ما راح أتعبك وأقول غنيها أمانة والله بس هي غلطة أنت غنيتها ليش أنا حسيتها قوية أنت غنيتها لمن يعني غلطة ندمان عليها مش لحد بس الكلام قوي قوي اللحن قوي قوي عماد حسن عامل الكلام محمد ضياء الدين الكليب روعه عامل اللحن رائع والتوزيع طارق العريان مصور الكليب تحفه انت الفتره هذه بالذات استاذ هاني يعني كان لك تعويض درامي عن الاغنيه عن قصدي الفيلم السينمائي الغنائي عن المسرح الغنائي من خلال كليباتك هذه قدرنا نشوف دراما محبوكه من الالف الى الياء بهالاربع دقائق او هالخمس دقائق اللي والحقيقه فعلا زي ما حضرتك اتفضلت يا غاده الفتره دي انا اتصور لي دراما كتير يعني قد يكون الناس فاهمين برضو ان انا ما كانت الشرائط اللي بتتعمل ما كنتش بعمل فيها الا الدراما لا لكن هو كان اللي الناس بتبقى مستنياه وبتبقى حباه اكتر انه يتصور الدراما يعني غلطه وتخسري ولو بتحب حي صحيح او نجمات يعني نجمات مثلا انا اول مره اشوف غاده عادل كانت من خلال كليبك انا أول يعني مرة أشوف عايز اقول انا المخرج اكتشفنا غاده عادل بالضبط من بعدك نجمون ما شاء الله نجمون ما شاء الله طيب احنا بس طالبين منك اغنيه لو تغني لنا اياها فالت من غير موسيقى يا ريتني انا يا غاده حاضر فالت من غير موسيقى يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد يا ريت مشوار عمرنا يتمد
يا ريتني عرفتك من زمان من زمان تيرارم. ما كانش امل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرحني الخد، ما كنتش هعرف احزان احزان تيرارم. ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب، ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب. كنت لقيتك وانت لقيتني، كنت هويتك وانت هويتني. يا ريتني. الله 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 الله، يا ريت الهوى يوقف شويه. شوف يعني، شوف يعني استانسوا اليوم على الاغنيه هذه لانه بدون موسيقى، يحبوا يسمعون صوتك على الصافي بدون موسيقى. يا حبيبي ما شاء الله تبارك الرحمن. كثير بتعمل كده يعني. انا في حفله من الحفلات بالمصادفه يعني النور قطع، دي كانت قريبه السنه دي، فانا مش عايز يعني الناس تزهق. النور موجود بس كهربة المسرح بتاعت الأجهزة والسماعات اتعطلت، فرحت رايح واقف مع الناس، قربت من المسرح خالص وغنت لهم من غير موسيقى. من غير مزيكا ومن غير ميكروفون حتى. مش قادر أقول لك يا عبد الله الناس انبسطت قد إيه. يعني بعد كده ما كانوش عايزين الفرقة تشتغل، يحسون انهم اقرب مجال نور، ما كانوش عايزين الفرقة تشتغل والله، يحسونك انت قريب بالنسبة لهم استاذ. بقول لك ومن غير خالص مزيكا، هو طبعا بيبقى طعم تاني حقيقة. الله يعطيك العافية، ربنا يخليك حبيبي. وانت مع الغناء الدرامي القوي اللي قدمته لجمهورك، ايضا قدمت الأغنية الوطنية بشكل راقي جدا، يعني علاقة حب، علاقة عشق بينك وبين تراب هذا الوطن الجميل. اكيد اكيد طبعا. يعني احنا طبعا يعني ده تاريخ الاغاني بلدنا اكيد طبعاً. ام العرب طبعاً. كلها حبيبتي ربنا يخليك، ام الدنيا ام الدنيا وام العرب، يعني الشقيقه الكبرى دائما نسميها، لكن هي بمثابه الصدر الحنون لكل الكويتيين ولكل العرب. مصر ام الدنيا اغنيه قويه. بس دام استاذي انت تكلمت عن الجيش قبل شوي زين، اكيد الحين مصر طبعا تمر بظروف صعبه، خصوصا بعد حادثه يعني شهداء الواحد، يرحم شهدائنا جميعا يا رب. وانت طبعا اعتقد استاذ سويت اغنيه اعتقد عن الارهاب، عملت اكثر من غنوه بس هو مؤخرا نزلت غنوه كنا عاملينها من فتره واتعمل لها كلمات ستوري بورد كده ونزلت. كلمات الاغنيه سماعك دخول، هو بيقول حقك عليا ما اقدرش اشوفك كده، قلبك يبات موجوع بالشكل ده، اهون عليا اموت وما تبكيش، انت اللي باقيه يا مصر واحنا الفدا. هسمعك منه جزء كده الطول الاولاني. حقك عليا ما اقدرش اشوفك كده، قلبك يبات موجوع بالشكل ده، حقك عليا ما اقدرش اشوفك كده، قلبك يبات موجوع بالشكل ده، أهون عليا أموت وما تبكيش، أهون عليا أموت وما تبكيش، أنت اللي باقية يا مصر وإحنا الفدا، أنت اللي باقية يا مصر وإحنا الفدا. ليش الأغاني الوطنية؟ ما شاء الله تشجيع لهم جمهور. استاذ ليش اغاني الوطنيه فعلا تحرك الوجدان، تحس كذي شعر جنبك يوقف؟ والله العظيم يعني فعلا بتبقى من القلب. والله يعني عايز اقول انه يعني تاريخنا القديم والجديد بيتسطر في الاغاني الوطنيه حقيقي، كل بلادنا العربيه مش بس مصر. وان كان في وقت من الاوقات عايز اقول انه يعني عبد الحليم ورفاقه العظام في التوقيت ده، عبد الناصر الله يرحمه الزعيم الكبير العظيم، استغل الفن في انه يشكل وجدان المصريين والعالم العربي في التوقيت ده، وده ذكاء. ويؤرخ لحقبه مهمه جدا. طبعا ده ذكاء، يعني الاجيال القادمه عرفت الثوره وتاريخها والايام اللي عاشوها بالزبط. مثلا الضباط الاحرار من خلال السينما ومن خلال الاغنيات الجميله. طبعا طبعا كلنا سمعنا السد العالي زمان، كلنا سمعنا عن المسؤوليه والمطلوب من الشعب المصري وقتها
يعني عايز اقول ده زي فعلا كتاب تاريخ كده، تفتح الاغاني دي تعرف مصر كانت بتفكر ازاي، كانت عايزه ايه، زعماءنا دول كانوا بيعملوا ايه من خلال الاغاني. حتى الاغاني في مجال الحين انه يكون يعني ما شاء الله انتم بعد محظوظين بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يديله الصحه يعني طبعاً. هو عليه يعني حمل كبير جدا بمكافحه والله الارهاب. والله يا غاده قلبنا مع كلنا وحياه ربنا، لانه انا عايز اقول حاجه، يعني انا مش عايز اتكلم في السياسه كتير، لكن بجد مصر وبلادنا العربيه، وان كان مصر اكتر اللي بتمر بيه ده ما مرش علينا قبل كده في حياتنا. صحيح. يعني احنا بنتحارب اقتصاديا، فنيا، سياسيا، صحيح، عسكريا كمان دي جديده. عسكريا انت بتتحاربي من ناس جوه البلد، مش عدوك بره البلد وانت بتعملي له استعدادات واحتياطاتك ليه. لا ده الاخطر، انه ممكن يكون جارك صح وجنبك وعربي وهو عدوك وانت ما انتش عارفاه. صحيح. لا مصر طبعا ومع ذلك عجله الانتاج مستمره، وعجله التقدم مستمره، وعجله الاقتصاد مستمره، ودي عظمه الشعب المصري. انا عشان كده بقول بجد الواحد فخور انه مصري، وفخور انه عربي، وفخور ان في بلاد عربيه جميله زيكم واقفه مع مصر. واحنا فخورين اصلا انت موجود معانا اليوم في الكويت. والله جد يعني حضرتك يعني دائما مصر هي بلد الرجال، ومصنع الرجال هو أكيد الجيش أكيد المصري. أكيد. شكرا لك على السكوب اللي اعطيتنا اياه، لان لاول مره يتغنى بهذه الاغنيات اللي او هذه الكلمات اللي راح تطلع ان شاء الله للنور على شكل غنائي. نزلت في التلفزيون المصري. نزلت بالتلفزيون المصري والاول مره يغنيها هاني شاكر عندنا بتلفزيون الكويت. ده يسعدني يا غاده. يعطيك العافيه وشكرا لك. وراح نطلع هذه الفقره مشاهدينا ونرجع لكم بعدها، فخلكم ويانا. شو السالفه؟ سالفتنا اليوم عن أحدث نادي نسائي تم افتتاحه في الكويت، W Luxury Gym. في النادي راح تلاقون أحدث الأجهزة الرياضية. النادي يقدم أنواع مختلفة من الكلاسات مثل السباحة، اليوغا، الكروسفيت والزومبا. صالون للشعر والأظافر. حرصوا بتصميم النادي أن تطلع المتدربة من أجواء ضغوط حياتها اليومية وتتدرب بأجواء مريحة وفخمة. شفتوا هذا المصمم اللي مصمم هالنادي كله؟ هو نفسه اللي مصمم قصر كوين إليزابيث، برنسس ديانا، مادونا، براد بيت، مايكل جاكسون. أسعار الاشتراكات في النادي جدا مناسبة. النادي هذا بأجواء الملكية الفخمة يضمن لك تجربة مختلفة عن باقي النوادي. زوروهم في منتجع سيل الجهرة. لو تغيب ما يغيب إلا الجسد. الأربعاء 25 أكتوبر. وعدني كل عمره معاي وعدني. عندليب الأغنية الخليجية. الفنان فهد الكبيسي. ودي راسني على بر ودي. ضيفنا في ليالي الكويت. ما تحس ما تشوف اني من غيرك اكون متشتت وضايع وكل همي قربك. لو بتحب حبيب قلبك كنت عرفت تخاف على حبك، كنت ما تترددش ثواني انك تسكن بين احضاني.
قادر على احتضان الجمهور مهما كان عددهم، فهو من اعتاد على التألق في حفلاته واستطاع أن ينجح في التنوع فيما يغنيه لمحبيه، لما لديه من مخزون غزير يعطيه الأريحية في تقديم باقات غنائية منوعة لا تتشابه من حفل إلى آخر. أول قلبك ما خان وانت اللي اداك أمان، عاشق غيرك عشان يمكن أنسى الندم. لذلك كان جمهور هاني شاكر متعطش دائما لإطلالة مختلفة يمتع بها مسامعهم باختيارات مدروسة يفهمها فقط الكبار. وانا بنهار وانا بنهار. تلقى الجمهور فعلا الحكايه عندها معليه. كل الجمهور اللي قاعد يتابعنا امانه جمهور لأهل الكويت الكل مبسوط اكيد الحمد لله في وجودك معانا اليوم. لكن الجمهور والله اننا معكم كمان يا الجمهور لحق عليك انه يعرف عنك كل شيء حتى هواياتك، وسمعنا والعصفوره قالت لنا عندك هوايات من ضمنها شنو؟ جمع يعني الساعات الثمينه وايضا السيارات. شنو الهوايه الحلوه هذه؟ حلوه ومكلفه ومداني بدايه مودياني بداية حلوة طبعا بس مكلفة قوي قوي. شلون؟ حقيقي أنا طول عمري بحب العربيات بجد، يعني من 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 أسعد أيام حياتي وأنا نازل بشتري عربية جديدة، عربية نفسي أركبها. لا أنا بحب العربيات على فكرة، يعني أنا العربية بالنسبة لي مش مسألة إن أنا بجيب عربية عشان توصلك أروح بيها مشوار توصلني. بتحب السيارات الكلاسيك؟ لا لا بحب كله. آه والحمد لله إن أنا يعني ربنا اداني الفرصه والنعمه ان انا ركبت عربيات كتير قوي قوي من بداياتي. حلو. فعربيات كتير قوي يعني ركبتها، السبور والكلاسيك والصغيره والكبيره والفور باي فور، يعني العربيه بالنسبه لي بقول لك
بحبها تحفة فنية. يعني اقعد اكلمها وانا بسوقها وطبطب عليها. الناس بتفتكرني ممكن اتجننت، لكن بجد انا بحس انها بتحس بيا كمان. انا عندي نفس الهوايه هذه. والساعات والله والساعات روح ربنا ما يوريك. شلون ربنا ما يوريك بقى يا عبد الله. لا طبعا هوايه برضو مكلفه جدا جدا. وانا بشوف ناس مثلا يعني بالنسبه لهم الساعه دي ما تفرقش خالص ومش مش مهمه. لا انا بالنسبه لي الساعه مهمه جدا جدا. يعني انا وانا ببص في الساعه انا بحب قلب الساعه حلو. يعني مش بس عشان اعرف الوقت، لما انا ممكن ابص في الموبايل اعرف الوقت صح، لكن لا، انك انت تبقى لابس ساعه حلوه بتديك سعاده وثقه في نفسك كده وربنا يقوينا يا رب. ممكن على العربيات وعلى الساعات يا عبد الله. ممكن هذه الهوايه تتحول لتجاره؟ والله حاولت يا غيبة ما عرفتش ابدا. انا خيبه يعني والله العظيم خيبه في العربيات وفي الساعات. بمعنى انه انا مش شاطر، انا مش تاجر شاطر. يعني مش بجيب عربيه مثلا رخيصه وتبقى حالتها واروح بيعها كويس عشان اجيب. لا لا لا, لا. ما تختار ليميتد اديشن سبيشال اديشن اني اديشن؟ هو يهم الشكل. الليميتد ده طبعا ده حاجه. شنو اندر شيء عندك؟ ساعه معينه تعتبرها معينة. هي الاندر. وبنفس الشيء بالنسبه للسيارات؟ لا الاندر الانتيكات اللي عندي. انا عندي شويه انتيكات في البيت يعني ما بقوش موجودين دلوقتي بصراحه، لان بقالي سنين كنت يعني بجمع في الحاجات فيها. دي للبيت وبجيبها من زمان، ففي حاجات فعلا مش موجوده، لكن السيارات موجوده. يعني عندي عربيه حلوه قوي دلوقتي كده، أقول لكم على اسمها عشان ما يبقاش دعايه. بعد الهوا وساعة حلوة برضه هقول لك اسمها برضه بعد الهوا. لا بس احنا كجمهور احنا مركزين في الساعات. شفتي بقى هاي بقى هي بتحب الساعات بتحب الحاجات الحلوة دي. انزين بما ان حضرتك تكلمت عن البيت، انا كنت شفت لك لقاء تقول لا انت ورثت الصوت الجميل عن احد ولا ورثته لاحد. لا طبعا لا، اصل هو ما يتورث، هي بتبقى يعني نعمة من عند ربنا. يعني انا عندي شريف صوته تخين، صوته في الكلام صعب قوي. مش في الغنى بس يعني. شريف ابنك؟ شلون شلون صوته تخين؟ صوته تخين يعني صوته مش اجش. طب احنا الحين راح نسمع هذا الصوت. مساك الله بالخير يا شريف. معقوله بابا يقول كده؟ يا حبيبي ايه المفاجاه الحلوه دي يا غادة؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ الخير يا عبد الله. اهلا وسهلا. مساء الخير على الحاج هاني اللي فضحت. يا حاج شريف هتعرفي تفهمي كلامه ولا اشرح لك؟ لا لا نفهم. مش للدرجه. بس ده حبيبي ده. بس استاذ شريف احنا في البدايه نبارك لك فوز الاهلي امبارح. طبعا يعني غير ان انت صوتك اجش وشويه ضخم مثل ما قال الوالد، انت اهلاوي وهو زملكاوي. عكس بعض. يعني انتوا عكس بعض في كل حاجه، شو الموضوع؟ لا مش عكس بعض في كل حاجه، هو بس عكس بعض في موضوع الاهلي والزمالك. انت عايزه الحق يعني. انا فرحان انه طلع اهلاوي بصراحه. ليش؟ عشان مريح نفسه، عشان يفوز تغلب على طول. هو يقول لي يا بابي يعني انت تعب نفسك مع الزمالك، ما خليك اهلاوي وانت هتكسب على طول. شريف ايش هي الحاجات اللي انت تعلمتها من الوالد الله يحفظه؟ ايش هي الحاجات اللي انت اخذتها منه؟ يعني ما اخذتش منه حاجات العربيات دي والساعات؟ لا لا للاسف اخذتها. للاسف اخذتها على اكثر. طبعا العربيات يقول لك للاسف. لا طبعا بالعكس انت صوتك جميل جدا استاذ شريف. هو حبيبي مالكش دعوه خالص. صوت رفيع. هو حبيب بابا. صوتك اذاعي برضو. يمكن ما تغنيش بس ممكن تقدم. بابا دايما بيقول على صوتي ان هو تخين قوي، فحتى لما بحب اضايقه بغني له جنبه. حلو حبيبي. شكرا لك على هذا الاتصال، وفعلا فاجات فيه الاستاذ الكبير هاني شاكر. والله مفاجاه حلوه. هو جاي لكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. الله يوصل بالسلامه. اشوفك على خير يا حبيبي ان شاء الله. احنا طبعا يعني الوقت بيجري مع حضرتك، واحنا نبي منك كلمه لجمهورك الكويتي والعربي اللي قاعد يتابعنا، خصوصا لك حفله ان شاء الله شهر ديسمبر القادم. وهتكون يا جماعه ديسمبر. ترى راح تكون يوم عيد ميلاده.
حلو يعني انا اعتقد المفروض احنا كجمهور نروح نغني له. والله عارفه يا غاده احلى مفاجاه ان انا هكون يوم عيد ميلادي معاكم وبين جمهورك في الكويت, جمهوري الجميل في الكويت, ومع بعض في الاوبرا في الحفله ان شاء الله. هيبقى احلى عيد ميلاد ده بالنسبه لي. زرت انت الاوبرا اليوم؟ رحت زرتها. جميله. ايش رايك؟ جميله, شيء رائع والله العظيم, تحفه. انا شفت المسارح كلها على فكره, الناس هناك يعني ما قصروا زي ما بتقولوا كده. يا سلام. ترى يا جماعة مو بس البشت والقطرة اللي لابسها بيطلع من هني كويتي حتى باللهجة. شفتي بقى يعني ممكن لي شفتي شلون؟ شفتي شلون؟ أيوه يعني ممكن أشوفك بالقطرة وعقال بالمسرح. والله لي لا, والله العظيم لي لا, ما أنا لبست قبل كده طبعا. يعني أنا ممكن أنت ما هتكبرها في دماغي يا عبد الله, هتكبرها في دماغي يا عبد الله, واطلع بالدشداشه يا عبد الله. الدشداشه بتاع قال كاريزما, والله كاريزما حبيبي. نشكرك جدا استاذ هاني, تحب تقول اي كلمه لجمهورك؟ سعيد بوجودي معاكم جدا, وسعيد بزيارتي للكويت, اهلي وناسي اللي بحبهم, واللي بقى لي يمكن فتره طويله اني ما جيتش الكويت, لكن الحقيقه الحب متواصل, وانا حاسس بالاستقبال الجمهور ازاي هنا, استقبال جميل, وان شاء الله اسعد بيهم يا رب باذن الله يوم 21 ان شاء الله في الاوبرا, تبقى حفله جميله بوجودكم. طب احنا هنسمع اغنيه للختام, شنو ناوي؟ احنا كنا مجهزين حاجات كتير, تبي شنو تغني لنا؟ في بحبك انا فايزه احمد قلنا تبيها ولا تبي تغني اغنيه؟ نقول حاجه ثانيه. بتسالي عايزه ايه؟ لسه بتسالي؟ لسه بتسالي على طلب مطلوبه. على طلب تويتر شغال عليها. لسه بتسالي؟ لسه بتسالي. الله. يلا يا شباب, شكرا لكم مشاهدينا, وان شاء الله في الغد راح تكون لنا حلقه ثانيه باذن الله, وحلقه مميزه, وايضا يوم الاربعاء راح تكون حلقه غنائيه مع فهد الكبيسي. نسمع الحين الصوت الشجي, الصوت الجميل, امير الطرب العربي هاني شاكر, مع السلامه. وانت لسه بتسالي, انت بالنسبه لي لا 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 يا حبيبتي اطمني, الجواب عندي تلاقيه. هو انت لسه بتسألي, انت بالنسبة لي لا 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 يا حبيبتي اطمني, الجواب عندي تلاقيه. لما تجري جوا دمي, لما تبني كل همي, لما عيش وياكي حلمي, تبقي بالنسبة لي ايه؟ لما ضيق يبقى ضيق, وتبقي أجمل شيء فضلي, لما أصدر تملي ويا طيفك يبقى ليه؟ لما تحدى الدنيا عشاني, لما تعذب من أحزانك, لما وهبلك وانت مكانك كل اللي انت بتتمنيه, لما تحدى الدنيا عشاني, لما تعذب من أحزانك, لما وهبلك وانت مكانك كل اللي انت بتتمنيه, كل اللي انت بتتمنيه. لما لاقي الشوق صاحبني والحنين بيكي غالبني, يبقى ايه اللي غصبني غير هوا بلاقيني فيه؟ واما قلبي يدق دقة من حنين وحنان ورقة, والقى روحي ليكي سابقة عالمكان اللي انت فيه. واما عايش احلام لدنيا, انت نورها في كل ثانية, يبقى اي دنيا تانية مش معاكي تسوى ايه؟ اما عيش احلام بدنيا, انت نورها بكل ثانية, تبقى اي دنيا تانية مش معاك تسوى ايه؟ مش معاك تسوى ايه؟ مش معاكي إيه؟